يا مساء الفل والياسمين على كل السادة المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. حلقتنا النهاردة مميزة وضيفنا كمان مميز، حاجة هنتكلم عنها أو اتكلمنا عنها كتير ودايما بنتكلم عن الهاند ميد وشغل الأونلاين، وحاجة كلنا بنتابعها وحرفيا كل يوم بنشوف إيه الجديد فيها. وعشان نتكلم عن حد في الهاند ميد فلازم نتكلم عن حد عنده فن، عنده ذوق، بيبدع في حاجات مختلفة. فمعانا النهاردة بقى أستاذ أمير، شاب لسه صغير قرر إن هو بدل ما ينزل بقى يدور على شغل ويقول ما لقيتش والكلام بقى اللي احنا دايما بنسمعه، قرر إن هو يشوف إيه موهبته ويبدأ إن هو ينميها أو يشتغل عليها، بحيث إن هو يبقى عنده مشروع في يوم من الأيام، سواء دلوقتي صغير أو لسه في البداية شوية، وهيبقى عنده حاجة كبيرة وحاجة الناس كلها تتكلم عنها إن شاء الله. فعشان ما طولش عليكم تعالوا بقى نتعرف على أستاذ أمير، ونتعرف من إمتى بدأ شغل الهاند ميد وشمعنا الهاند ميد كمان، وخاصة إن يعني الهاند ميد شوية بيميل لي البنات أكتر من الولاد. فخلينا نرحب باستاذ امير. اهلا بحضرتك استاذ امير، منورنا جدا النهارده، مبسوطه ان حضرتك كمان معايا. انا كمان مبسوط اني هنا. بص بقى، خلينا نبدا كده في الاول وقول لي شغل الهاند ميد هل هو هوايه وفن بس، ولا انا كحد ما عملتش اي حاجه في الهاند ميد قبل كده او ما عنديش الهوايه دي قوي ممكن اخد كورسز وابدا اشتغل على نفسي واقدر ان انا اكون حد شاطر فيه؟ اظن اي حد يقدر يشتغل في الحاجات دي لو اتعلمها، بس طبعا يفضل ان هو يكون عنده موهبه ويكون عنده فن. اعتقد هيبقى ليه لمسه يعني افضل شويه عن حد مثلا متعلم الحاجه دي عشان يشتغل فيها بس. اهم حاجه يكون بيحب الموضوع ويعملها بمزاج، والحاجه تبقى افضل، يعني الحاجه تطلع احسن يعني. حلو قوي. طيب بعد ما عرفنا بقى إجابة هو فن ولا لا، خلينا نعرف برضو عن حضرتك أكتر وتكلم السادة المشاهدين عنك شوية أكتر. أنا بشتغل بقالي 7 شهور في الأعمال اليدوية الجلد الطبيعي. بحبها جدا، بشتغلها بقلبي يعني، وبطلع كل حاجة يعني، بحاول أطلعها بأحسن شكل ممكن عشان يعجب المشتري. اعتقد ان طالما يعني بتشتغلها بقلبك زي ما حضرتك قلت هتبقى افضل حاجه يعني. بخلي بالي قوي وانا بعملها، وبتاخد وقت وتاخد تركيز جامد. يعني حلو قوي. طيب خلينا بقى نقول اي مشروع في البدايه بيتعرض طبيعي جدا لشويه مشاكل كده، وخاصه في البدايه علشان لسه احنا ما بقناش خبره قوي في الحاجه دي، فقول لي ايه المشاكل اللي ممكن تكون قابلتك وازاي واجهتها؟ في البداية طبعا كانت الحاجة بتطلع مش بروفيشنال قوي يعني، وبتطلع كنت بواجه مشكلة في ان انا اخرم اخلي الخياطة تبقى خط مستقيم، ما كنتش بعرف اعملها كويس. بس مع الوقت طبعا كل حاجة بتتصلح، واحدة واحدة وخطوة خطوة بنكتسب خبرة. ممكن حاجة تبوظ شوية، ممكن حاجة ما تبقاش افضل حاجة، بس اعتقد مع الوقت يعني بتبقى الدنيا بتظبط وتكون حاجة كويسة يعني. بالظبط، كل شوية واحد بيتعلم من غلطاته، كل شويه تبقى احسن واحسن. حلو قوي. طيب تخصصات الهاند ميد يعني كتير، فهل انا دلوقتي بشتغل في الهاند ميد اقدر ان انا اشتغل في الجلود مثلا وفي الاكسسوارز وفي كل حاجه، ولا الافضل او يعني لما بيكون تخصص واحد بيبقى افضل؟ لا، انا رايي ان هو اللي بيشتغل في الهاند ميد بالجلد الطبيعي يعمل كل المنتجات اللي يقدر يعملها. يعني كلها يقدر يشتغل في الهاند ميد، يقدر يشتغل في كل الاقسام حضرتك تقصد؟ كله شبه بعض جدا، كله بيتعمل بنفس الطريقه. فاللي بيعرف يعمل محافظ يقدر يعمل شنط، يقدر يعمل جرابات لابتوب مثلا، غوايش. يعني يقدر ان هو عادي جدا يشتغل في كل الاقسام عادي. حلو قوي. طيب عايز اعرف بقى كده، قول لي برضو ايه اللي بيميز الشغل بتاع حضرتك عن شغل ناس تانية، خاصة زي ما احنا قلنا شغل الهاند ميد احنا بنتابعه كل يوم، وكل يوم في حد جديد بيشتغل فيه، فقول لي ايه اللي بيميزك عن غيرك؟ انا دلوقتي بحاول اعمل حاجات مش تقليدية، بحاول اعمل اشكال جديدة، بتعلم من ديزاينات مثلا بشوفها على النت، في يعني بحاول ان انا اعمل يعني اخد منهم افكار واعمل بيها منتج يبقى جديد ومش ما تبقاش حاجه تقليديه قوي يعني. بتحاول ان انت تعمل حاجه مختلفه. بالظبط. واعتقد ده اللي هيخليك تبقى متميز شويه عن ناس تانية في نفس المجال يعني. حلو قوي. طيب قول لي بقى ازاي بيتم التواصل مع العميل؟ طبعا يقدر يكلمني على الرقم اللي موجود على الشاشه هنا. هيتعرض على الشاشه رقم الواتساب. في واتساب وممكن بالفعل يكلم. هو على الشاشه دلوقتي.
وممكن يكلمني عادي في التليفون وارد عليه، وممكن يكلمني على الفيسبوك او الانستجرام ماسنجر. اسم البيج انجل وينجز ليزر. تمام، التواصل عادي على سواء الرسائل بتاع البيج او الواتساب. بالظبط. تمام، قول لي برضو، انا دلوقتي عميله بس رخمه شويتين، حددت شكل معين لحاجه انا عايزاها، ويعني ممكن تكون ما عملتش شكلها قبل كده او حاجه مختلفه شويه او حاجه جديده شويه، تقدر ان انت عادي جدا تصممها لها وتتفقوا وتظبطوا الدنيا عادي جدا وبتتصمم، ولا ممكن يبقى في مشكله او في حاجه؟ لا لا، اي حد عنده صوره منتج معين هو عايز يعمله يبعتهولي، وانا ان شاء الله هعرف اعمل زيه، بيطلع زيه. ونادرا قوي لما بلاقي حاجه واقول مثلا لا دي مش هعرف اعملها، يعني معظم الصور اللي على النت لمنتجات جلديه اقدر اقلدها. حلو قوي، ما انا بتكلم برضو عشان احنا لسه في البدايه، فاكيد ما عندناش كل الامكانيات اللي تخلينا نطلع معظم مثلا الحاجات اللي بتطلب او كده، بس حلو جدا ان انت يعني ما لحد الان يعتبر ما فيش حاجه مثلا او اوردر جالك ما قدرتش ان انت تنفذه. لا لا، يعني ما بتحصلش يعني، حلو نادرا جداً. حلو جدا. طيب قول لي برضو، انا دلوقتي حضرتك دلوقتي بتشتغل شغل اونلاين صح؟ آه. طيب ده في القاهره بس ولا في كل المحافظات عادي؟ لا، في توصيل لكل المحافظات في مصر يعني. حلو جدا. طيب انا دلوقتي برضو قول لي، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك مثلا مع العميل؟ يعني انا ولنفرض ان انا عميل وطلبت اوردر لحاجه معينه، وبعد ما جات لي حسيت كده ان انا مثلا كان ناقصها تاتش معين او حاجه معينه في مكان مثلا في شنطه او حاجه، فكلمتك تاني علشان ان انا اضيف الحاجه دي، لو انت شايف ان هي مثلا مش هيكون شكلها الطف حاجه، ممكن تنصحها او تديها رايك ولا بتنفذها لها وخلاص؟ طبعا هديها رايي، بس يعني لو معترضه طبعا لازم الحاجه تعجبها وتبقى زي ما هم عايزينها. بحاول ان انا اعملها زي الصوره عشان ما يجوش في الاخر يقولوا دي مش زيها، يعني بحاول اعملها زي الصوره بالظبط يعني. واعتقد كمان راي العميل بيفرق في حته الشغل او في حته ان حضرتك برضو يعني لسه في البدايه شويه، فرايهم مهم جدا، او الريفيوهات اللي هم بيعملوها اعتقد هتبقى تفرق جدا. ان هو تفرق. يبقى طلب حاجه معينه واتنفذت بالظبط، او ما كانش فيه مشاكل يعني في توصيل الاوردر او في التعامل مع حضرتك او كده. تمام. لا طيب قول لي، طيب بالنسبه للمنافسين بتوع المجال، هل تعرضت مثلا لموقف معاهم او منافسه بقى، حد مثلا اخذ صوره لحاجه معينه كنت عاملها بشكل مميز شويه وما كنتش حابب ان انت تشوف زيها في السوق زي ما بنقول، او ان حد ينفذ زيها بالظبط، فاخدوا نصمموا وحصل حاجه مشاكل كده؟ يعني لان بيحصل كتير قوي، وزي ما قلنا ده شغل هاند ميد، فناس كتير قوي شغاله فيه دلوقتي. لا، ما شفتش لغايه دلوقتي حد مقلد حاجه انا عاملها يعني، بس يعني وارد يكون في، ما اعرفش، ما ببصش على كل الصفحه وارد، بس اكيد انت يعني. يعني مش بتركز مع كل الناس اللي في المجال. بالظبط. حلو جدا. طيب احنا معانا صور برضو بتتعرض حالا، ممكن نثبت صوره صوره بس حضرتك تعلق لنا عليها. دي محفظه اللي هي بتطبق مرتين، تراي فولد اسمها. فيها المثلث ده بيبقى بصباعك كده تطلع الكارت لفوق بايدك. بالصباع. انا شايفه ان شكلهم سيمبل قوي وعملي جدا يعني. دي شنطه عاملها برضو كلها هاند ميد بجلد طبيعي. اغلى انواع الجلد الطبيعي في مصر يعني. دي خدتني بتاخد مثلا يوم كامل متواصل عشان تطلع كده. بس حلو، يوم كامل برضو مش اللي هو كتير قوي يعني، في ناس بتقعد اكتر من يوم. بس انا بحب اخلص بسرعه يعني. ايوه، حضرتك بتركز عشان دي حاجه انت بتحبها. ما بتاخدش وقت اكبر حاجه. طب ودي المحفظه دي فيها حزام بيطلع الكروت لفوق لما تتشد، فدي حاجه جديده برضو ما بشوفهاش كتير في مصر يعني. وبتشيل فلوس وبتشيل الكروت كتير. لابتوب. دي لابتوب. لازم يعني لو حد عنده مثلا مروحه او حاجه لازم بيجيب لي لابتوب في البيت، او يديني المقاسات بالظبط عشان اقدر اطلعها مناسبه لللابتوب بتاعه يعني. ده كفر خارجي لللابتوب. خارجي وبيمسك في الكورنرز. دي ايه؟ دي غويشه مسطره تنفع مثلا حد يقلعها يقيس حاجه وبعد كده يلبسها تاني. والله حلوه قوي دي، انا اول مره اشوف حاجه زي دي كده. دي بتاعت مفاتيح. بتحط فيها مفاتيح. خوايش بقى عاديه دي. برضو كله معمول من الجلد الطبيعي.
لسه هنتكلم طبعا عن موضوع الماتيريال اللي حضرتك بتشتغل بيها، لان كمان انت قلت لي ان انت معظم الشغل مقتبس من شغل بره مصر يعني، فاعتقد ده لازم ماتيريال عالي جدا. انا بجيب اجود انواع الجلد يعني من مصر، وبحب ان انا اجيب من كل شويه حاجه جديده، انا بحب كده يعني، بحب ان انا اجرب حاجات اشكال جديده حاجات تعجب جديده الناس ومختلفه واشوف يعني. اني اللي هيعجب الناس اكتر واني اللي هيبقى عليه طلب اكتر. معانا برضو دي محفظه، دي محفظه من غير خياطه خالص، الخياطه من جوه بس، دي حلو بتبقى جدا. يعني بتتطبق وبيبقى ليها شراشيب طالعه عشان تخش في الفتحه وما تطلعش منها تاني من غير بدل الخياطه يعني. حلو قوي. دي معانا صور تانية، ده دي الشكل نفس المحفظة، الخارجي نفس بتاعها. المحفظة من بره اهو، ما فيهاش خياطة خالص. دي متعادة بتاعي. دي حاجة مختلفة. وانا مش شايف كويس بس. ده الكوفر بتاع اللابتوب ده كفر تقريبا وهو اللابتوب. مقفول. دي غويشة يعني معمولة من 10 فروع، 10 فروع جلد، خدتني 6 ساعات عشان تتعمل. حلو متواصل برضو، قوي. دي صعبة جدا وسعرها بيبقى غالي جدا برا مصر يعني، تتباع. انا شفتها شنطة تقريبا. شنطة، وعامل لها ليزر برضو ورسومات عليها من الجنب برضو، عاملها هاند ميد وجلد طبيعي. دي برضو من برا يعني، متعادة يعني بس من برا، شكل محفظة من برا. دي اللي فيها الكروت تقريبا. دي شبه الهويشة اللي من شوية برضو، صعبة جدا في عملها. حلو قوي. والشغل شايفاه بصراحة سيمبل جدا وشكله لطيف قوي يعني، ميرسي ميرسي. وحاساه عملي اكتر يعني. حضرتك حتى قلت لي ان انت زي ما قلنا قبل كده ان هو الشغل مقتبس شوية من شغل بره مصر، فاعتقد هم عندهم يعني العملي اكتر مش عملي اكتر الشكل بس وخلاص. عملي اكتر، وفي نفس الوقت بيحاولوا يصغروا على قد ما يقدروا عشان ما تبقاش حاجة في الجيب مثلا. معانا فيديو كمان اهو. دي محفظة بصوص، ده طبعا الفلوس بتخش في الحزام اللي على الشمال ده. دي تقريبا اللي فيها حزام بيطلع الكروت او من حاجة. بره، من بره لو لما تتقفل كده هتلاقي فيه حزام. حلو ده، بدل ما بنفضل ندور كده وتايهين في قلبها. هيوريكي دلوقتي ازاي تطلع. دي شنطة. دي محفظة برضو من جاية من شوية. دي الغويشة اللي قلت لك عليها، معمولة من 10 فروع. تمام، حلو قوي. طيب نرجع بقى ل انا عايزة اعرف يعني مين اللي مهتم اكتر بشغل الهاند ميد يعني، في مش في الشغل بقى، عشان احنا عارفين ان البنات ميالة اكتر لشغل الهاند ميد، لكن بتكلم في الشراء يعني، فئة البنات الولاد. البنات طبعا في طلب جامد على الشنط، بيحبوا يجيبوا شنط كتير. تفاصيل البنات بقى والولاد برضو، الرجاله بتشتري محافظ من عندي يعني، بيحبوا المحافظ الصغيره اكتر من بتبقى عمليه اكتر يعني، بتبقى عمليه وما تبقاش ما تحتاجش بقى شنطه او حاجه يحط فيها بالظبط، وما تضايقش في الجيب مثلا، تبقى حاجه رفاهيه. اعتقد دي تكون افضل شويه. تمام. طيب يعني قول لي ايه الخطوه الجايه، او ايه الحاجه اللي انت بتفكر ان انت تعملها عشان تنمي المشروع بتاعك اكتر وتبقى مميز اكتر ومختلف عن يعني ناس تانية كتير في نفس المجال؟ يعني زي ما قلت لك، انا بحاول اخد افكار من كل من على النت، كل السيتات في العالم، عشان احاول اعمل حاجه، الاقي انسب حاجه اقدر اعملها تبقى حلوه يعني، وفي نفس الوقت تكون مناسبه لذوق الناس يعني في مصر. حلو قوي. طيب بتفكر ان انت يعني لو حد حابب يعمل نفس الفكرة دي او فكرة المشروع دي، ممكن ان انت تساعده او تعلمه ازاي يبدأ، او تفكر ان انت تبدأ مثلا في حتة ان احنا ممكن ندي كورسات لناس حابة المجال او كده، بتفكر في الموضوع ده ولا لا؟ اكيد ممكن طبعا، لو حد عايز يتعلم انا ممكن اجرب اعملها، ما عملتهاش قبل كده بس ممكن يعني اعملها. تمام. احب قوي ان انا يعني اعلم الناس. حلو قوي. طيب معانا مداخلة. طيب أستاذة حنان، ألو. ألو ألو، ازي حضرتك؟ أنا شايفة التلفزيون بس صوته عالي قوي عند حضرتك، ممكن بس نوطي الصوت؟ أوكي حاضر. كده أفضل كتير. كده تمام؟ تمام. قولي لي بقى عن رأي حضرتك في شغل أمير، وإيه المشاكل اللي قابلتك في التعامل معاه، ولا الدنيا كانت تمام؟
شوفي حضرتك، بداية هو أنا عرفت أستاذ أنير إن ابني طلب منه محفظة. حلو قوي. فمحفظة صغيرة، أنت عارفة الشباب بيحب الحاجات اللي هي الحاجات لسه كنا بنتكلم إن هي من مميزاتها إن هي يعني مش بتكون بارزة قوي في الجيب، أو مش محتاجة بالزبط. شنطة كبيرة تتحط فيها، فبتكون أفضل شوية. بالظبط. فكانت المحفظة مختلفة تماما عن الحاجات اللي بشوفها في السوق. فأنا كنت محتاجة حاجة، دي أول حاجة عجبتني مع أستاذ أمير، فأنا كنت محتاجة حاجة تشيل الكروت البطايق والرخص والنادي والحاجات دي. فطلبت منه، هو لقى التواصل معايا بمنتهى السهولة الحقيقة، أنا بعت له على الماسنجر ورد عليا بمنتهى الذوق. فأنا طلبت منه حاجة تشيل كروت كتير لأني مش لاقياها في السوق، وتكون في نفس الوقت جلد طبيعي. فهو بعت لي 2 ديزاين طبعا برضو مش موجودين، يعني انا مش شايفاهم في السوق. حضرتك شايفه ان الشكل نفسه حتى مختلف، وبما ان حضرتك يعني بتقولي ابن حضرتك اشترى من عنده الاول اللي هو المحفظه، فاكيد الماتيريال بتاعها كمان كان مختلف مش الشكل جداً بس. جدا جدا الحقيقه. هو الجلد اللي بيستخدمه كان رائع الحقيقه. يعني ناعم بشكل فظيع، وفينيشنج كان رائع. الديزاين بتاعها كان مختلف تماما عن اللي موجود. فده اللي شجعني ان انا اطلب منه. فالحقيقه لما طلبت بعت لي كذا ديزاين، انا اخترت منهم واحد ونفذه لي زي ما هو موجود بالظبط، يعني هو نفذه لي بالطريقه اللي انا طلبتها منه. تمام. يعني كمان حضرتك كنت مختاره ديزاين معين غير اللي هو عرضه لحضرتك؟ لا، هو انا قلت له انا عايزه حاجه بتشيل كروت كتير. فهو بعت لي كذا ديزاين وانا اخترت منهم واحد، فهو نفذه لي زي ما انا طالباه بالظبط. فلكن الكواليتي اللي بيختارها جميله جدا جدا، والفينيشنج كان رائع ما شاء الله. وهو بيتابع بعد كده، يعني هو بيسال الحاجه اللي وصلتني تمام، لو في حاجه مضايقاها مش عجباني ممكن يغيرها. بس تمام، ده حلو قوي ده، يعني ما اعتقدش ان حد بيركز قوي مع العملاء او بيتابع معاهم بعدها، يعني اعتقد بقى بيبقى مشغول في شغل تاني او كده، فما اعتقدش ان كل الناس بتركز قوي في الحته دي. بصي، هو حضرتك غالبا امير، هقول له امير على طول لان هو في عمر ولادي، يعني شويه في حته فنيه. ف بيحاول يطلع كل حاجه زي ما العميل عايز او زي ما هو عايز، يعني هو نفسه كان بيقول لي انا مثلا مش عاجبني دي، فقلت له لا بس انا عجباني انا عايزاه كده، يعني هو بيحاول يطلع افضل حاجه او افضل شكل للحاجه يعني. بالظبط. ويدي لي كمان رايه في الذوق اللي انا مختاراه، يعني هو ممكن يقول لك انا مش شايف ان كده هتكون احسن. وزي ما العميل عايز، انا قلت له لا انا عايزاها زي ما هي كده. فهو الحقيقه التعامل معاه كان حلو جدا، والديزاينز بتاعته كانت رائعه، وانا مبسوطه الحقيقه ان في شباب في مصر كده. لا ما شاء الله عليه بجد، وشغل اصلا سيمبل قوي وشكله تحفه جدا. وانا شفت حاجه معاه كمان هو لابس منهم حاجات، فالماتيريال بتاعها تحفه بصراحه. هو الماتيريال انا مش قادره طبعا احدد الحاجات الصغيره اللي لبس لان انا ماليش فيها، بس اعتقد هتعجب الشباب. لكن انا بالنسبه لي المحفظه اللي شفتها ابني طلبها منه واللي انا عملتها له كانوا في منتهى الجمال الحقيقه، يعني شكرا جدا لحضرتك. التوفيق. شكرا جدا لحضرتك، نورتينا. شكرا. اشكرك جدا. ميرسي. اتفضلي. يعني انا مش عارفه اقول ايه بصراحه بعد الكلام الحلو ده، وانا بصراحه شفت بعيني، يعني انا الحاجات دي عجبتني جدا، الماتيريال بتاعها بصراحه تحفه. طيب قولي بتعمل ايه طيب عشان تطور بقى من الشغل ده؟ بشتغل كتير واقعد اجرب اعمل حاجات مختلفه، حتى لو مش اوردر. حتى لو مش اوردر انا اجرب بالظبط حاجات يكون شكلها مختلف، حاجات جديده وانزلها على الصفحه، يعني شوف ايه اللي هيتقبل عليها اقبال. يعني الحاجات اللي انت بتعملها وهي اصلا مش مطلوبه، يعني انت قاعد كده بتفنن وبتحاول تعمل شكل مختلف او حاجه مختلفه، فبتبدا الطبيعي جدا ان انت تعرضها، بتلاقي عليها اقبال، او في حد مثلا بيطلبها او كده، حد بيلاقيها مميزه في حاجه شكلها مختلف، فبيبدا ان هو يتكلم ويطلب الحاجات دي. عليها اقبال طبعا، ويعني في ناس كتير بتطلب الاشكال الجديده اللي هم يعني بيحبوا الاشكال الجديده، ما يبقاش خاصه الشباب بقى الريوش بقى اللي بيحبوا الحاجات المختلفه شويه، الحاجات اللي مش تقليديه،
حاجة شكلها يعني عجيب كده، حاجات كده اليوم حاجات غريبة شوية. أكيد أكيد. والناس كلها يعني يعني من كتر ما أنا ببيع بأسعار رخيصة هم بيشككوا إن هو جلد طبيعي، بس أنا هو جلد طبيعي فعلا يعني. أنا ببيع بأسعار تناسب كل الناس. حلو قوي. كنا لسه طبعا هنتكلم في حتة الأسعار، وأعتقد دي برضو حاجة بتميز حضرتك عن ناس تانية. يعني في ناس تانية اللي بتشتغل جلد طبيعي ده يعني تقريبا أعلى ماتيريال أو أعلى أنواع الجلود، فأعتقد إن السعر بتاعه برضو بيبقى عالي قوي. فلما يتباع بسعر مناسب للعميل أو اللي هو يعتبر بسعر جملة زي ما احنا بنقول كده في العادي، فأعتقد ده يعني يناسبهم جدا أو يشجعهم إن هم يشتروا حاجة ماتيريال بتاعها اعلى شويه وفي نفس الوقت السعر مناسب. بالظبط. فده اعتقد هيبقى حلو جدا. بالظبط. طيب خلينا برضو نتكلم عن في البدايه بقى، لما فكرت في ان انت تعمل مشروع وان انت يبقى عندك حاجه زي دي او تبدا ان انت تشتري الماتيريال وتشتغل بيه ولسه مش عارف الدنيا هتمشي ازاي، كان رد يعني الاهل في البيت ايه؟ يعني في تشجيع؟ لا يا ابني ما حدش اصلا بقى معاه فلوس عشان تعمل محافظ، فاديني رايهم كان عامل ازاي. لا كان في تشجيع جامد طبعا، وساعدوني برضو في ان انا ابتدي المشروع. كانوا يعني واقفين جنبي وساعدوني جدا ان انا اوصل وصلت له. حلو قوي. طيب معانا مداخله استاذه نيفين. الو. ايوه ازاي حضرتك؟ الحمد لله نورانا، ربنا يخليكي. تسلمي يا جميل. معانا استاذ امير، قولي لي بقى رايك في شغله ايه؟ انا اتعاملت معاه كتير واخدت منه كتير، وكان لهدايا لناس اجانب. حلوة قوي. والحقيقه انبهروا جدا من الماتيريال، وهو بيعمل كمان الانيشيال يعني الحروف بتاع الاسامي بالفونت اللي هم عايزينه، فكانوا مبسوطين جدا جدا. فلا الشغل هايل الحقيقه. وبعدين الامانه الاونلاين شوبينج عموما بقى فيه نصب كتير، فعشان تلاقي حد امين يقول لك ده جلد طبيعي ده جلد صناعي، الاسعار وكمان باسعار مناسبه جدا. يعني كنا لسه بنتكلم ان الجلد الطبيعي معروف طبعا ان هو سعره في العالي جدا يعني. فلا يعني الشغل هايل، وهو موهوب بيعمل ديزاينز حلوه جدا، وكل الناس اللي خدت المحافظ دي انبسطت منها جدا. تمام حلو قوي. طب قولي لي بقى، نرخم عليكي كده بسؤال عشان برضو نبقى في مصداقية كده في كلامنا للمشاهدين. بالنسبة للوقت اللي طلب فيه الاوردر كان تمام؟ الوقت اختلف، جي قبل جي بعد؟ يعني قولي لي الدنيا كانت عاملة ازاي، في مشاكل قابلتكو؟ الدنيا كانت ماشية خالص. تمام؟ لا خالص، هو الوقت اللي بيقولك هسلمك فيه بيسلم فيه فعلا. حلو قوي. يعني تمام. لا ما كانش في مشاكل خالص في التسليم والامانه. الامانه دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للاونلاين. طبعا. تمام. طيب شكرا، شرفتينا بالمداخله بتاعتك، وشكرا جدا لحضرتك. شكرا. أمير طبعا منورني النهاردة والله، والحلقة عدت بسرعة جدا عكس ما تخيلت يعني، وأكيد طبعا لسه الكلام في الشغل بتاعك ما انتهاش، ولينا حلقات تانية إن شاء الله نكمل فيها كلامنا. بتمنى لك من قلبي التوفيق طبعا، وإن شاء الله المرة الجاية تبقى هنا والمشروع بتاعك ده يعني كبير بقى، وشغل جوه مصر وبره مصر وكل حاجة، بما إنك بتحب بره شوية أو ده اللي أنا لاحظته يعني. ان شاء الله يا رب كل التوفيق ليك وربنا معاك. شكرا، نورتنا طبعا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه، والى اللقاء.